مثل ما يقول المثل، فيديو متأخر ولا ماكو فيديو بالمرة. يلا خلنا نبدي. هلا والله، معاكم ضحي الحداد، واهلا وسهلا فيكم في سابع يوم من ايام ماراثون القراءة للحجر الصحي. او ماي جاد جايز، اي نو الفيديو وايد متاخر، يعني اوكي تو الناس انزل هذا الفيديو، ولكن اللي متابعني بالانستغرام يدري شو اللي صار معاي. وفجأة في يوم من الايام انا قاعدة اشتغل على الكمبيوتر، طفى الكمبيوتر واخترب واعطاكم عمره، بس خلاص مو راضي يشتغل كلش، فاضطريت اني اشتري كمبيوتر جديد تو امس وصل. فالحين انا قاعدة اصور الفيديو مرة ثانية عشان اقدر اسوي له اديتنج. فمرحبا فيكم في هذا الفيديو. بدايه خلينا نبدا فيديونا اليوم في حل لغز اليوم اللي طاف، اللي هو اليوم السادس. اتوقع انتم نسيتوا التحدي باي ناو، اللي هو بيسكلي ان انا عرفت عليكم ثلاث اغلفه اللي هي اجزاء من اغلفه، وقلت لكم كملوا الغلاف وقولوا لي شنو الكتاب اللي انا يعني ناوي اعرضه عليكم. اول غلاف اللي هو هذا، يعني عرضت عليكم هذا الجزء، تقريبا كلكم جبتوا صح، اللي هو كتاب دريمولوجي. وايد منكم يا صح، يمكن انا الجزئيه اللي حطيتها وايد سهله، وانا تعمدت اني اجيب لكم كتاب سهل لان الكتابين اللي عقبهم كانوا وايد صعبين. هذا هو الجزء الثاني اللي حطيت لكم اياه، وايد 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 ما يابوها صح، اللي هو كان كتاب ويكد جيلس. اللي ما يدري الكتاب انا قيمته في فيديو قديم حيل، راح احط لكم اللينك في صندوق الوصف تحت. وثالث غلاف اللي هو هذا، اللي هو كان غلاف باسا ان ذا نايت. في جزئية منكم قالوا انه هو The Night Circus، I can see why، بس هو كتاب باسا ان ذا نايت. عشان اعوض عليكم غيابي الاسبوع اللي طاف، اليوم راح يكون في ثلاثة شاوت اوت، لاني انا بموت كريم جدا، وعشان اعتذر منكم عن غيابي الاسبوع اللي طاف كله. فالشاوت اوت الاول راح يكون من نصيب الاخت روان. او ماي جاد، او ماي جاد، اول واحدة جابت الاجابات صح، ومو بس كذي، يوم قلت لها طلعي لي الفيديوهات اللي انا ذكرت فيها هذا الكتب طلعتهم لي، يعني او ماي جاد انبهرتني. يعني انا مستغربة انها للحين ما طلعت علاج الكورونا للحين، لان صراحة انت راح تكونين مبدعة بهذا المجال. فالاخت روان جود جوب. الشاوت اوت الثاني من نصيب الاخ عناد او عناد، ام سوري ما ادري هي بالفتحه ولا بالكسره، ام سوري، قول لي اياها بالكومنتات تحت. الاخ عناد اي ثينك من المتابعين الممتازين، دائما يجيب الاجوبه صح، فشكرا لك على متابعتك وجدا فخوره فيك. والشاوت اوت الثالث من نصيب الاخت لوزيانا، ما ادري شنو اسمك، ام ريلي سوري، بس هذا هو الكومنت. مشكوره على متابعتك، جدا جدا استانست بتفاعلك معاي طول فتره الماراثون، وامانه انت دائما تجيبين الاجوبه صح، فمشكوره ما قصرتي، وجدا جدا انا فخوره فيك. فمبروك عليكم الاخت روان والاخ عناد اي ثينك والاخت لوزيانا اللي ما ادري شنو اسمك. المطلوب منكم انكم تتواصلون معاي على الايميل الموجود في صندوق الوصف تحت، وان شاء الله ناطرتكم هديه مني. اوكي خلصنا الحين من تحدي اليوم السادس، خليني على تحدي اليوم. تحدي اليوم أمانة مو تحدي لكم كثر ما هو تحدي لي. اللي متابعني من فترة في قناتي راح يلاحظ ان انا وايد اقرا روايات، اكشلي يعني 99.999% من الاشياء اللي انا اقراها دائما روايات. بس اللي ما يدري انا عندي انترست ثانية مينلي اللي هي الكتب العلمية، انا وايد اقرا كتب علمية، ولكن ما اعرضها في قناتي او في حسابي الانستغرام اللي هو ضحى ذا ريدر، لانه يعني احس انه مو وايد يهتمون في هذه الامور، مع اني انا وايد احب الكتب العلمية. ففي هذا الفيديو انا راح اتحدى نفسي وراح اعرض لكم ثلاث كتب تعتبر علمية، يعني او بيسكلي هي غيرت حياتي بطريقة ايجابية جدا، خاصة خلال السنة اللي طافت اللي هي سنة 2019، فترة غيابي عن اليوتيوب انا ركزت جهودي وايد اني انا اقرأ كتب علمية لان ابي استفيد، وحسيت ان حياتي محتاجة تاخذ منحنى ثاني نظرا للظروف اللي كنت انا امرها في 2019. فبيسكلي حبايبي انتوا اليوم راح تتعرفون على الوجه الثاني لضحى الحداد، الوجه النيرد اللي تحب تقرأ المقالات العلمية والبحوث الطبية في كل ما يتعلق في صحة الإنسان، ولوين وصل الطب في علاج الأمراض المزمنة اللي احنا نشوفها حوالينا. فيلا خلينا نغوص في هذا العالم، وخل اعرض عليكم الكتب العلميه اللي انا وايد 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 حبيتها. الكتاب الاول اللي لا يمكن اسوي لسته من غيره، ولازم يكون اول كتاب بعد، اللي هو كتاب The Starch Solution by دكتور جون ماكدوغال. او ماي جاد جايز، اذا تعرفون اي احد فيجن وما يعرف هذا الكتاب او ما يعرف منو هو الدكتور جون ماكدوغال، هذا مو فيجن صدقي او مو مطلع كلش، يعني لان الكتاب مشهور جدا جدا وغير حياة ملايين الناس، ومن الناس اللي غير حياتهم اللي هي انا، يعني انا من قريت كتابه تغيرت حياتي فعلا، انقلبت 180 درجة.
بيسكلي الكتاب يقول لنا ان امراض العصر المزمنة اللي احنا قاعدين نشوفها اللي هي السكر، الضغط، هايبرتنشن، هشاشة العظام، هذه الامراض اللي احنا يعني بالنسبة لنا هذه دورة الحياة وعادي الواحد لازم تصير فيه كذي، هذه دايركتلي لينكت او مرتبطة يعني بتغذيتنا. فهو قاعد يعطينا كونسبت ان تغذيتنا السيئة هي اللي قاعدة تسوي هذه الامراض. فانا يوم قريت الكتاب يعني صار فيني معقولة؟ لا يعني شلون كذي؟ يعني كله انا عبالي هذه الامراض المزمنة السكر شي هاي وراثة، يعني ايش دعوة هاي الجينات وكذي، بس هو قاعد يقول لا هذه الامراض بسبب تغذيتنا، يعني انت ما تورث الامراض كثر ما انت تورث يعني عاداتك الغذائية، فمن هالعادات الغذائية تصير فيك نفس الامراض اللي صارت يعني اهلك وكل هذا. ف يعني او ماي جاد، يعني انا تغيرت حياتي من قريت هذا الكتاب، ومن كثر ما تغيرت حياتي يعني شريت اللي هي اصدارات الثانيه اللي هو هالكتابين، الكتاب هذا اللي هو كوك بوك اللي هو يعني وصفات كومباتيبل مع النظام اللي هو ينصح فيه، في تقريبا هالكتاب 300 وصفه وكلهم الامانه وصفات سهله، يعني انا جربتهم وحلوين بس يبيلهم شويه ملح، هو عاده ما يحط ملح بوصفاته، انا اضيف عليهم ملح وتمام كل شيء اوكي. والكتاب الثاني اللي هو The Healthiest Diet on the Planet اللي هو ايضا كتاب له، الكتاب بيسكلي هو يعني يشرح النظام ماله بطريقه يعني الوان اشاره انزين، ان الاحمر انه don't eat it، والاصفر eat it يعني carefully انه يعني شيء معتدل، والاخضر اللي هو اكله unlimited. فبيسكلي هو النظام اللي هو ينصح فيه اللي هو starch based diet، انه لازم يكون اكلك كله نشويات نظيفه اللي هي البطاط، العيش، الذره، هالسوالف هذه، ويعني تحط الخضروات والفواكه يعني على جنب، وبكذي تصير عندك وجبه متكامله. فوايد وايد انا احب جون ماكدوغل، ودائما اتابع اللي هو النيوزلتر مالته اللي هي يعني النشره الاخباريه اللي يدزها بالايميل، وانا اتابع قناته اليوتيوب اللي هي دكتور جون ماكدوغل، وانا يعني دائما اروح السايت ماله اذا عندي اي سؤال علمي يعني ابي جوابه وكذي، هو حاط مقاله بيسكلي عن كل شيء يخطر ببالكم. ف يعني قاعده اقول لكم كتاب ذا ستارت سولوشن شيء اتس ا ماست ريد، يعني حتى لو انتم مو فيجن لازم تقرونه، يعني اتليست بتستفيدوا منه بفكره معينه او شيء، يعني اتس ا ماست ريد صراحه. والكتاب الثاني في هذه الليسته اللي انا اعتبره كومبانيون حق ذا ستارت سولوشن، يعني اذا انتم قريتوا ذا ستارت سولوشن لازم تقرون كتاب ذا فوليومتريكس باي دكتور باربرا رولز، هي دكتوره في جامعه بنسلفانيا، وهي بيسكلي عندها مختبر كبير ومطبخ كبير، وهي بيسكلي تسوي تجارب على الاوادم عشان تدرس عادات الغذائية. فالنتيجة اللي هي توصلت لها، وهذا هو عنوان الكتاب، انه بيسكلي كل شخص خلال يومه ياكل نفس حجم الاكل اللي ياكله كل يوم، سواء كان كالوريز وايد او كالوريز شوية، انت قاعد تاكل نفس الحجم، فانت تقرر شنو الكالوريز اللي انت تاخذهم ريجاردلس عن حجم الاكل مالك. فانت تقدر تاكل حجم كبير بكالوريز شوية، او تقدر تاكل حجم صغير بكالوريز وايد. اتمنى ان شرحي مفهوم، بس هو راح تفهمونه يعني شرحه حيل واضح خلال الكتاب. فانت بايدك انك تقرر كم كالوري انت تاكل باليوم طبقا للفوليوم مال اكلك. فاتمنى انه مفهوم، يعني شوفوا مثلا في الغلاف هني ان ربع همبرجر يساوي يعني طبق كبير من الشوربة، ان شاء الله يبين يعني زين. فالكتاب is so amazing، في وايد يعني اشياء نظريه بحيث ان انتم اذا ما فهمتوا جمله تشرح لكم اياها بخلال صوره وكذي، وايد وايد غير فيني اشياء، وديفينتلي ديفينتلي انا انصح فيه. والكتاب الثالث والاخير في هذه الليسته هو يعني مو كتاب علمي بير سي، هو كتاب تطوير ذات، وادري وايد ناس ما يحبون كتب تطوير الذات، ولكن هذا الكتاب بالذات انا للحين مستغربه ليش للحين ما يدرسونه يعني في الجامعات والمدارس صراحه، اللي هو كتاب Awaken the Giant Within by Tony Robbins. I know يعني اذا انتم تسمعون عن كتب تطوير الذات دائما تشوفون هذا الكتاب عنوانه يطنزون عليهم انه ايقظ المارد بداخلك وما ادري شنو كذي، انا يعني ما كنت اعرف عن الكتاب الا التطنازه اللي تصير عليه صراحه، ولكن يعني ما ادري ليش حاشني فضول يعني ذاك اليوم قلت يو نو وات خليني اقرا، يعني انا احب كتب تطوير الذات وكل هذا خليني اشوف يعني. وأمانة انبهرت من كمية العلم اللي في هذا الكتاب، يعني هو مو بس انه واو غير حياتك تقدر تغير وما ادري شنو، لا هو يعطيك أسس
شلون تقدر تغير حياتك، يعني في أساس للموضوع تقدرون تقولون. يعني هو في كل شابتر يشرح لكم شغلة ان الشابتر اللي وراها تدركون شنو أهمية الشابتر اللي قبله حق الشابتر اللي وراه، فوايد وايد حلو. يعني هو تطرق حق ان أهمية القيم وال يعني البليفز او المعتقدات اللي عند الانسان وشلون هي اللي تشكل حياتك وشلون انت تكون عاداتك من قيمك ومبادئك وان انت شنو الهدف اللي انت تبي توصله في حياتك. امانة الكتاب اثر علي بطريقة مو طبيعية، خاصة في فصل هو شرح فيه العواطف وان شلون الواحد يتعامل مع عواطفه بالذات العواطف السلبية، فوايد وايد وايد عجيب وديفنتلي يعني انا انصح فيه والمفروض يدرس بكل مكان هذا الكتاب، لانه يعني حتى الحين لما يصير لي اي موقف دائما القى نفسي ارجع لهذا الكتاب اقول لحظه اكيد في شابتر وهو متكلم فيه عن هذا الموقف وفعلا القى فيه الاجابه، فوايد حلو. يعني انا اول شيء كنت ناويه اني اخلصه خلال اسبوع كذي، خذ مني عشان اخلصه 6 شهور لاني انا كنت قاعده ادرسه دراسه، يعني كنت يعني يمي نوته وقاعده انوت فيه كنا بامتحن فيه باكر. صراحه الكتاب لازم تقرونه بهالطريقه عشان يعني تاخذون كل شغله فيه، لانه هو يحط لكم امثله عشان انتوا يوريليت انه صح، يعني اوكي ممكن ان انتوا تستفيدون من المثال هذا وكذي. فوايد وايد وايد انا حبيته Awaken the Giant Within، وهو اللي شجعني اني اقرا كتابه الثاني اللي هو Unlimited Power، ان شاء الله راح اقراه قريب. بس هذا الكتاب جايز، هذا الكتاب لازم تقرونه، واللي منكم ما يقرون انجليزي عموما كتب توني روبنز كلها موجوده مترجمه للعربي وتلقونها في مكتبه جرير. هذا الكتاب بالذات هو هذا اسمه وهو احد البست سيلرز في مكتبه جرير، فخوش استثمار تستثمرونه على نفسكم عشان تغيرون حياتكم، لان كتاب صج عجيب. اوكي دام نحن بالمود بطينا الجربة خلاص، خليني اقول لكم شنو الكتب العلمية اللي انا وايد متحمسة اني اقراها في المستقبل القريب ان شاء الله. اول كتاب اللي هو كتاب The Cheese Trap by دكتور نيل برنارد. دكتور نيل برنارد هو المسؤول عن او هو الهيد مال الفيزيشن كوميتي فور ريسبونسبل ميديسن اللي هو PCRM، عنده قناه في اليوتيوب وكل اسبوع تقريبا يطلع ويقول لنا اخر المعلومات اللي توصل لها الطب، انه شلون التغذيه السليمه تاثر على الامراض المزمنه اللي احنا يعني نعاني منها، خاصه الحين في وضع الكورونا وهذا، فهو يعطينا اخر الاخبار وشلون الواحد يقدر يوقي نفسه ويعني شنو اخر المستجدات مع الموضوع وكل هذا. كتابه The Cheese Trap هو بيسكلي يقول لنا ان ليش الناس يحبون الجبن بالذات اكثر من غيره من الاكلات المو صحيه اللي هو الجبن، شنو الشيء اللي بالجبن اللي يخلي الواحد يعني كوت بر كوت يدمن عليه. زين فانا وايد متحمسه اني انا اقرا هذا الكتاب. ودكتور نيل برنارد عنده كتاب ثاني اللي هو Your Body Imbalance، تو نازل الكتاب شهر 2 2020 نزل الكتاب اللي هو هذا، وايد وايد متحمسه اني انا اقراه. يعني كتب نيل برنارد انا ضروري اقراها لانه هو يعني من الشخصيات المؤثره، وايد يعني استانس على هدوءه وشلون هو يعطيكم المعلومه وتحسونه واحد فاهم اللي قاعد يقوله. الكتاب الثاني اللي هو The Britican Program، وانا جدا فخوره بنفسي اني واخيرا راح اقرا هذا الكتاب، لان تدرون ايش كثر كان صعب اني احصل هذا الكتاب، هيك اصلا الكتاب شوفوا شلون وصخ وكذي لانه هو مستعمل، لان كتب نيثن بريتكن الحين ما تلقونها بالنت. هو بيسكلي واحد ريسيرشر او باحث، هو يعني كل الدكاتره اللي الحين طالعين في عالم البلانت بيست دايت هما ماخذين بحوثهم من نيثن بريتكن، هو ما كان طبيب ولكنه يعني بط الدكاتره بط باختصار. انزين فهو سوى بحوث وايد وتوصل لانه شنو ضرر الكوليسترول اللي انتم تاكلونه على الجسم وشلون ياثر عليه ويسوي امراض قلب وكل هذا، فهو متكلم وايد عن هذا الموضوع وعنده يعني وصفات ويعني شوفوا مخطط وشي هو مستعمل الكتاب. بس انا وايد متحمسه اني انا اقرا كتابه واخيرا لان انا وايد قريت عنه نيثن بريتكن، ليش اقول نيثن؟ المهم نيثن بريتكن. زين ف
فهو شخصية حيل مؤثرة وملهمة. هو توفى في سنة 85 للأسف، زين قبل لا أنا أنولد. فأنا وايد مستانسة إنه هو ألف يعني تقريبا 6 كتب عنده، وهذا الوحيد اللي قدرت ألقاه له. طبعا أكيد ما ننسى كتب الدكتور مايكل غريغر، هذا كتاب الجديد اللي هو How Not To Diet، وكتاب الأول اللي هو How Not To Die عندي إياه بالمكتبة How Not To Die، بس مو لاقيته، بس I promise you هو عندي إياه. Shame on me أنا للحين مو قارية ولا واحد منهم، وايد ناس قارينه وقاعد يقولون حلو وكذي، بس أنا للحين ما قريته. بس أنا أحب أتابع قناة اليوتيوب اللي هي nutritionfacts.org. اي مرض بالدنيا، اي مرض يخطر على بالكم بس بحثوا عنه وقولوا nutritionfacts.org، راح يطلع لكم اي معلومه انتم تبونها وشلون تعالجونه، حتى يعني اخر شيء توصل للطب في علاج هذه الامراض. فوايد وايد انا احب اطالع قناته، هو بيسكلي يحب يعني يقرا الابحاث الجديده ولخصها لنا في 5 دقائق. فعلى قولته ان انا اقرا عشان انت والمشغولين ما تضطرون انكم تقرون نفس البحث. فيعني هو كتبه يعني علمية بحتة، ما فيها أمثلة وسوالف يعني تستمونيوز وهالسوالف إن أحد يقول إيه والله تغيرت حياتي من النظام ما شنو، لا لا لا، هو كله إنه في بحث من هالجامعة يقول كذي كذي، يعني شيء علمي قح. فالكتاب كبير أنا أقول لكم وشوية حجم يخرع، بس يعني السوبر باور اللي عندي إن أنا أحب أقرأ، فأتوقع هذا الحجم راح يكون زين إنه يرضي فضولي العلمي إن أنا يعني أقرأ واستفيد منه. وبس وبكذي خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله استفدتوا منه وإن شاء الله ما خرعتكم بويه الثاني هذا، هي الويه النردي. المهم إذا تبون تحدي مني لكم تقدرون تقولون لي بالكومنتات تحت شنو الكتاب النون فيكشن اللي أنتوا قريتوه وايد وايد حبيته، سواء كان يعني كتاب علمي او كتاب تطوير ذات او كتاب سيرة ذاتية حق شخصية الهمتكم وايد، تقدرون تقولونها في الكومنتات تحت وخلنا نشوف ابداعاتكم. الفيديو الجاي يعني ان شاء الله راح يكون الفيديو المنتظر اللي هو تختيمتي للماراثون وتقييماتي للكتب اللي انا قريتها خلال فترة الماراثون. أمانة وايد من الكتب اللي أنا اخترتهم عجبوني، فراح يكون الفيديو fun to make ومليء بالطاقة الإيجابية، فخلنا نشوف شو يصير إن شاء الله. وبالنهاية أحب أقول لكم مشكورين مشكورين على المتابعة، I had a blast وقت الماراثون صراحة، وتفاعلكم وتجاوبكم يعني oh my god كان شيء مو طبيعي. وإذا حابين تدعمون محتوى القناة لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، ولا تنسون تسوون لي فولو بالسوشيال ميديا اللي أنا دائما أحطها في صندوق الوصف تحت. فيا هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد، نشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.